دي اول مره في سات 7، بس يعني احنا بنتفرج على سات 7 فخورين بالتجربه دي. وطبعا الشباب ما شاء الله يعني فعلا محترفين، كل واحد عمل شغله. حبيت الاضاءه مع انه سات صغير بس الاضاءه حلوه، انا فخوره بيهم وبرافو. وان شاء الله يا رب كده الكنيسه تدي فرصه اكبر واكتر للي عندهم ميول فنيه من كل الانواع يجوا يتقدموا ويطلعوا بقى من الانطواء الملحوظه اللي قالها الدكتور سمير. انا فرحانه بيكم جدا.